ازاي تقدر تصور فيديوهات جودتها كويسه جدا تكاد تكون قريبه من كاميرات الدي اس ال ار باستخدام الموبايل بتاعك بس. انا احمد حسن والنهارده هنتكلم عن تصوير الفيديو بالموبايل. ناس كتير جدا بتسال على تصوير الفيديو، سواء كانوا من صناع المحتوى على اليوتيوب او من المهتمين بصناعه الافلام وصناعه السينما عموما او المهتمين بالفيديو بشكل عام. وزي ما احنا عارفين ان تصوير الفيديو الاحترافي بيحتاج معدات كتير جدا احترافيه، فبتبقى بفلوس كتير جدا. بس هل ده مانع ان انا ابدا بالمعدات اللي معايا او بالحاجات المتوفره معايا او بتليفوني اللي هو اكيد متوفر مع اي حد واطلع كواليتي كويس جدا؟ انا دايما الكلمه المشهوره في القناه هنا واللي بقولها دايما، ابدا بمعدات على قد امكانياتك، حتى لو كانت امكانياتك التليفون بتاعك بس. فهعلمك النهارده ازاي تطلع فيديو احترافي او فيديو كويس جدا باستخدام الموبايل بس. وكمان في الحلقه دي هقولك على برنامج وهسيبه لك في الديسكريبشن هيفرق معاك 180 درجه في تصوير الفيديو. بس زي ما انت شايف احنا عندنا نوه في اسكندريه والناس كلها قاعده تحت البطانيه والدنيا بتشتي حاليا بره، فانا جاي بعمل لك حلقه عشان افيدك. فما تنساش اللايك والشير والاشتراك في القناه وتعمل لي كومنت تحت عشان اعرف ان انت معايا وبتتابعني واقدر استمر. اول حاجه هتكلم عنها النهارده وهي الاهم بالنسبه لي في تصوير الفيديو وهي الاضاءه. الاضاءه اهم مكون من مكونات الصوره، خصوصا لو بتصور بالموبايل، لان حجم السنسور في الموبايل بيبقى اصغر بكتير جدا من حجم السنسور في كاميرات الدي اس ال ار، وده بيخلي السنسور بتاع الموبايل يستقبل كميات قليله جدا من الضوء. فلو بتصور بالموبايل او بتصور حتى بالكاميرا فلازم تهتم بالاضاءه بشكل كبير جدا. موضوع الاضاءه ليه حلين، حل طبيعي وحل انت بتشتريه او بتصنعه. الحل الطبيعي وهو ضوء النهار، اضاءه بتاعت ربنا ببلاش بتفرق جدا في الصوره وبتطلع لنا كواليتي كويس جدا، يعني مفيش اجمل من كده. بس لازم تستخدمها بشكل عاقل، يعني مثلا ما تصورش في وقت الشمس فيه عموديه او الشمس فيه قويه جدا، لان ده هيخلق لك مشاكل كتير جدا في الصوره، زي مثلا ظلال في الصوره بتخلي شكل الصوره مش كويس. فحاول تصور في وقت الشروق او في وقت الغروب، الاضاءه في الوقت ده بتبقى كويسه جدا. اما لو هتصور اندور او في مكان داخلي ومعكش اضاءه وعايز تستخدم اضاءه الشمس، ممكن تقرب الموديل بتاعك او الشخص اللي بتصوره من شباك، وبكده تبقى استخدمت اضاءه الشمس، وكمان الشباك يبقى ديفيوزر يخلي الاضاءه ناعمه شويه. الحل الثاني وهو ده الحل اللي احنا بنشتريه او بنصنعه، وهو انك تجيب اضاءه خارجيه زي مثلا رينج لايت او سوفت بوكسز فيها لمبات زي اللي انا بستخدمها دلوقتي. وخليني اوريك الفرق ما بين الفيديو دلوقتي باضاءه والفيديو من غير اضاءه. حاسس دلوقتي بالفرق وحاسس اللي حصل في الصوره؟ تفاصيل الوش مش باينه، حاجات كتير جدا اختلفت ما بين قبل الاضاءه وبعد الاضاءه. نرجع تاني لاضاءتنا العاديه، وانت اكيد دلوقتي حسيت بقيمه الاضاءه في تصوير الفيديو. بالمناسبه السوفت بوكسز دول بالحوامل بتاعتهم باللمبات اللي جواهم مش هيكملوا 1000 جنيه، وده رقم اعتقد ان هو مش كبير تقدر تجيبه حتى لو انت مصور مبتدئ وتشتغل بيه، وهيطلع لك كواليتي كويس جدا. الحاجات دي انا جبتها من كاميرا ستور في اسكندريه في محطه الرمل، هحط لك في الديسكربشن البيج بتاعتهم عشان لو حبيت تشتري من عندهم الحاجات دي. الحاجه بتاعتهم كويسه جدا والتعامل بتاعهم كويس جدا. الحاجه الثانيه اللي هنتكلم فيها واللي هتفرق في تصويرك للفيديو بنسبه كبيره جدا، وهي اعدادات الكاميرا لتصوير الفيديو. مبدئيا لو بتصور صور او بتصور فيديو انسى تماما فكره الاوتو مود. لو قعدت 20 سنه تصور بالكاميرا او بالموبايل اوتوماتيك، ده مش هيضيف لك او مش هيزيدك في اي حاجه، مش هتتعلم اي حاجه طول ما الكاميرا هي اللي بتظبط الاعدادات بتاعتها. فلو ما بتعرفش تصور مانوال، ففي حلقه هتظهر لك هنا دلوقتي عن اعدادات الكاميرا للتصوير مانوال، ممكن تروح تتفرج عليها وترجع تكمل الحلقه دي. وبالمره برده تاخد لك لفه في القناه، تعمل لي شويه لايكات كومنتات الحاجات الحلوه دي. بالمناسبه انا فرحان جدا بالناس اللي بتتابعني والناس اللي بتخش تسالني او تقول لي ان هي استفادت من الشروحات بتاعتي او ان الشرح كان مبسط. ده بالنسبه لي كنز كبير جدا، مش عايز اكتر من كده. حتى لو الناس اللي بتتابعني مش عدد كبير، بس ناس مهتمه بالمجال بتاعي، وباذن الله هنبقى عدد كبير جدا في وقت قريب، فانتوا بالنسبه لي حاجه جامده جدا. بعد ما عرفنا ازاي هنصور مانوال، نيجي لحاجه من اهم الاعدادات في تصوير الفيديو وهي الفريم ريت. الفيديو عباره عن مجموعه من الصور ورا بعض، الصور دي لما بتتحرك ورا بعض بتدينا الحركه اللي احنا بنشوفها في الفيديو، نفس فكره الرسوم المتحركه لو فاكرين. في الفيديو بقى بتتقاس بعدد الصور اللي بتاخدها الكاميرا في الثانيه، يعني مثلا في 24 فريم بير سكند يعني 24 صوره في الثانيه، او 60 فريم بير سكند يعني 60 صوره في كل ثانيه، او 120 فريم بير سكند. طيب كويس جدا، انا عرفت دلوقتي يعني ايه فريم بير سكند وكام صوره في الثانيه والكلام ده كله، بس ده هيفيدني في ايه في تصوير الفيديو؟ الخلاصه ان كل ما بيزيد الفريم ريت او عدد الصور اللي بتاخدها الكاميرا في الثانيه، ده بيديك اريحيه اكبر في مرحله المونتاج. يعني مثلا لو فيديو متصور على 120 فريم بير سكند، ده بيديك فرصه اكبر انك تعمل سلو موشن في المونتاج، يبقى شكله سهل وسلس وما فيهوش التقطيع اللي في الفيديو ده. ولو بتصور على 24 فريم، فده مش هيديك قدره كبيره في المونتاج انك مثلا تعمل سلو موشن او ستبلايز، هيبقى الموضوع محدود بالنسبه لك. فلو ناوي انك تعمل الشوت بتاعك سلو موشن، او مثلا الشوت بتاعك فيها الذات ياما وهتعمله ستبلايزنج في المونتاج، فانصحك انك تصور على اكبر عدد من الفريمات موبايلك بيدعمها. الحاجه الثالثه في تصوير الفيديو، دي تعتبر فاكهه الفيديو او الحاجه اللي بتدي طعم للفيديو، وهي حركه الكاميرا. الكاميرا هي عين المشاهد اللي بيتفرج من خلالها، فانت بحركه الكاميرا تقدر توصل له فكره معينه من الفيديو، تقدر توصل له احساس معين من الفيديو بكل سهوله. غير كده حركه الكاميرا بتدي روح للفيديو. تخيل معايا لو فيديو مثلا
عبارة عن شوتات ثابتة، هيبقى أفضل ولا لو فيديو فيه حركات للكاميرا كتير؟ حركة الكاميرا لوحدها تحتاج أكتر من حلقة عشان نتكلم عنها، وأكيد هنعمل عنها فيديوهات، بس لو انت من المهتمين بموضوع حركة الكاميرا ممكن تكتبلي في الكومنتات. وطبعا وانا بتكلم عن حركة الكاميرا فانت اكيد محتاج جيمبل تحط فيه التليفون وتتحرك بيه وما يعملكش هزات كتير في الفيديو. في اكتر من جيمبل للموبايل ممكن يطلع لك نتائج كويسة جدا وسعره متوسط او معقول، زي مثلا الاوزمو او البي ان واي، ودي حاجات ميكانيزم بتشتغل بشكل ميكانيكي اكتر. بس انا النهاردة هكلمك عن حاجة مختلفة شوية، هكلمك عن جيمبل لو بادجت خالص، يعني ده تحت الصفر تقريبا، هو الجيمبل ده. الجيمبل زي ما انتم شايفين ما فيهوش اي ميكانيزم، عباره عن حاجه عاديه خالص، انت بتحط التليفون هنا باي مقاس تتحرك بيه وبتقفلها على مقاس تليفونك وبتمسك من هنا، بيساعدك انك تطلع بسبب بنسبه كبيره جدا لو حاطط التليفون هنا في النص. تخيل معايا تتحرك من تحت لفوق يمين شمال، لو ملاحظ في سبب بنسبه كبيره جدا وهو حاجه مش ميكانيكيه وسعره تقريبا 50 جنيه، اظن مفيش اقل من كده حاجه تبدا بيها وتطلع بيها نتائج كويسه. وانا عن نفسي اشتغلت بيه وطلعت بيه نتائج كويسه جدا، وده برده جايبه من كاميرا ستور اللي حطيت لكم اللينك بتاعهم في الديسكربشن. اكيد طبعا في فرق ما بينهم وما بين الحاجات اللي فيها ميكانيزم زي الاوزمو، بس ده مثلا ب 50 جنيه والاوزمو ب 3000 او 3500، ففي فرق في السعر كبير جدا. بس ده اللي عايز يبدا، اللي عايز ما يوقفش يقول ان انا اجيب اوزمو ازاي ده ب 3000 جنيه، انا اجيب فلوس منين؟ لا، ممكن تبدا بده ب 50 جنيه وتعمل نتائج كويسه جدا. اما بالنسبه للبرنامج اللي انا وعدتكم بيه وقلت لكم بستخدمه في تصوير الفيديو بالموبايل، وهو فيلمك برو، برنامج فيه امكانيات عاليه جدا. اي حاجه عموما في كاميرات الدي اس ال ار هتلاقيها جوه البرنامج ده، بتتحكم في الاضاءه وتثبتها، بتتحكم كمان في نقطه الفوكس والوايت بالانس، هيفرق معاك في تصوير الفيديو بنسبه كبيره جدا. هسيب لك برده اللينك بتاعه في الديسكربشن، ولو حابب ان انا اعمل لك حلقه عن شرح البرنامج ده ممكن تكتب لي في الكومنتات. باذن الله برده هيكون في سلسله حلقات قويه جدا عن تصوير الفيديو، هنتكلم فيها عن حركات الكاميرا، ازاي اعمل ستوري بورد، ايه افضل اضاءه ممكن استخدمها، ايه افضل مايك اقدر استخدمه واطلع بيه صوت كويس جدا، ايه افضل برامج ممكن استخدمها للمونتاج، ايه افضل برامج ممكن استخدمها لتصوير الفيديو. واعتقد ان كل الحلقات دي مهمه بالنسبه لكم، بس انتوا اللي هتحددوا اولويه الفيديو اللي جاي. اكتب لي في الكومنتات تحب موضوع الفيديو اللي جاي يكون عن ايه. بما انك كملت الحلقه للاخر فانت اكيد حد من عيلتنا كبيره وجامد. نتقابل باذن الله قريب جدا في حلقه جديده من اختياركم.